يا مراحب في شغل عادي. فكرة البطل الخارق اللي بيقدر يعمل كل حاجة دي فكرة موجودة في الأفلام وبس، لكن الحقيقة مليانة ناس عاديين بس بيعملوا حاجات خارقة. السر في كلمة من 4 حروف اسمها فريق. كل الأبحاث اللي بتدرس سلامة الأشخاص النفسية بتقول إنه قدرة الإنسان على حل المشاكل واتخاذ قرارات جريئة شوية، قرارات لصالح، يعني إنه يبتكر أكتر أو يبدع أكتر، إن القدرة دي بتزيد لأضعاف في وجود فريق. الفريق بيحسن من نموك الشخصي، بيحسن كمان من رضاك عن العمل، عن الشغل بكل تفاصيله، بيقلل الضغوط من عليك. لكن لما نيجي نتكلم عن الفريق لازم نتكلم من زوايا كتير. أنا مثلاً كجزء من الفريق، ولازم نعرف إيه هو الفريق الكويس، وهو في فريق وحش مش كده؟ في قصة عايزة أحكيها لكم بتحكي عن فلاح كان بيشتري بذور نادرة، وكان كل ما يشتري المجموعة النادرة دي من البذور واللي كان بالمناسبة بيسافر علشان يجيبها، كان في الأول بيهادي بيها كل جيران وبعدين يزرعها في أرضه. الناس اللي حواليه بعد مرور وقت وأكتر من تجربة وأكتر من محصول وأكتر من موسم سألوه عن السر، إيش معنى بتعمل كده؟ ليه بتهديهم بيها يزرعوها هم الأول؟ قال لهم أنا غالباً بحب أطمن إن زراعتهم هم كويسة عشان ما تجيش بسبب الرياح يعني عليا لقاحات المحصول السيء أو البذور السيئة وتبوظ لي المحصول بتاعي. فكرته ذكية جداً، هو كان بينجح بنجاح الآخرين، بس كان بينجح والآخرين كمان ناجحين، ما كانش ده بيمثل أي مشكلة. فاكرين كمان واحدة من الحاجات اللي لازم نغضب منها ونغيرها؟ نظرية أشطر كتكوت كده بتاعت المدرسة. حتى كان في المدرسة بيحصل إنه يفضلوا يكرموا أوائل الطلبة وهو ما بيطلعش من الأوائل أبداً. حصلت؟ صدقوني أنا فاكرة نفسي وأنا في ثالثة ابتدائي وقاعدة في آخر الصف وهم بيكرموا الأوائل. حاجة حلوة جداً إن يكون عندنا ناس كويسة ومتميزين. في وسط ما إحنا اتعلمنا إنه طبعاً في حد جميل وشاطر، بس نسينا نعلم بعض أو نفكر بعض إننا كلنا ناقصين حتة. والحته اللي احنا ناقصينها دي مش بتكمل غير في وسط مجموعه. احنا مخلوقين كده، احنا كائنات اجتماعيه. فكره النجاح الفردي في بيئه فاشله دي فكره اصلا عيانه، يعني لازم نناقشها. مش ممكن ابدا لو كل حاجه حواليا فاشله انا هنجح لوحدي، فدي تبقى شطاره. فكره كمان ذوق اللي جنبك، ذوق اللي جنبك عشان انت تبان، ده منطق بتاع الغابه. لكن البني ادمين بينوروا مع بعض او يضلموا مع بعض. عشان كده نفسي أكلمكم عن الفريق الجيد، بس قبل ما نتكلم خلوني أسمع منكم، يعني حد يقدر يشاركنا فريق الجيد يعني إيه؟ إيه الجود تيم؟ إحنا مبسوطين النهارده باشمهندس أحمد البابلي ضيفنا في الحلقة موجود معانا في الاستوديو. حقيقي يا باشمهندس. لو في هدف واحد كله مستقر عليه ومتفقين عليه يبقى ده هيعمل تيم كويس أو فريق كويس. حلو. حلو، موافقة، بس هناقشك في كل فكرة. هدف واحد بس أنا هوصله الأول، إيه رأيك؟ هنوصله كلنا مع بعض. طيب برافو، أنت جميلة، مش كل الناس كده. ها، إيه اللي بيعمل فريق كويس؟ اتفضل. حضرتك يا دكتور أنا مبسوط إن أنا معاكي جدا، تمام؟ طيب. والموضوع ده كويس جدا على فكرة، بس بناء على حضرتك بتتكلمي فيه، هو دايما الفريق الكويس عشان يبقى كويس لازم الآراء تبقى مختلفة، لأن ده اللي هيخليهم في الآخر يجتمعوا على رأي يكون صح ما بينهم. حلو. فكرة عميقة دي، انه يعني يبقى كل واحد فيهم عنده خبرة مختلفة فبيكملوا عشان بعض. حلو، موافقة. ايه ايه كمان؟ فريق كويس، فريق كويس يا باشمهندس. الفريق كويس في العموم هو اعظم هدية ممكن تقدمها لمؤسسة. اصلا مرحلة تكوين الفريق دي من اصعب المراحل اللي ممكن تعدي على كيان عشان يبتدي قيادته عشان يكمل بقى ويحقق المهمة المطلوبة منه، دي المهمة الأصعب. بالمناسبة الفريق كويس ده كمان مجموع فريق ممكن ينهزم، يعني عمرنا ما شفنا مثلا فريق كورة بيكسب على طول، حتى الفريق كويس بيخسر، وارد. مش معنى إنه فريق كويس إنه مستحيل ينهزم، ومش لو انهزم يبقى فريق وحش. معروف طبعا إنه عشان أعمل فريق كويس أنت محتاج قيادة كويسة، لكن كمان إحنا محتاجين ناس بتستجيب للتطور، دي اللي بتعمل فريق عظيم. زي ما هاني كان بيقول في الفريق الكويس في اختلافات شخصية، عايز أقول لك كمان إن في عيوب شخصية. في حد فينا ما بيعرفش يعمل الحتة دي، وفي حد تاني بيعرف يعملها كويس والعكس كمان، فإحنا بنكمل بعض. الخلافات طبعا موجودة،
لكن الرؤية بتتحقق. في الفريق كويس مفيش حد ملوش لازم، لكن في الفريق الوحش دايما هيقول لك ده فلان ده فاشل وما بيعرفش يعمل حاجة. في الفريق كويس الراجل الفاشل ده ممكن يتاخد ويتوظف في مكان مختلف فيعمل شغل لطيف، مش لازم يعمل شغل خارق، بس مفيش حد ملوش لازم. والحاجة الثالثة اللي لازم نفتكرها واحنا بنتكلم عن الفريق، ان لازم اعرف يعني ايه فريق وحش. فريق وحش ليها شوية علامات ودلالات كده. اولها القائد، تخيلوا القائد اللي فاكر نفسه احسن واحد بيعمل فريق وحش في الغالب. والصف الثاني بيفصل القائد اللي فاكر نفسه احسن واحد عن بقية الناس. وعندهم حاجة معروفة جدا طبقها على أي حد تلاقيه إنه فريقه فيه اضطرابات كده ومشاكل، إننا بنحاول نكمل الخانات من غير نتائج محددة. يعني الفريق الوحش ده ممكن يشتغل من 8 الصبح ل 8 بالليل، لكن ما تقدرش تقيس نتائج محددة للشغل بتاعه، بيشتغل بس إحنا مش شايفين نتيجة. في الفريق الوحش في قاعدة معروفة جدا، إنه لو مصيبة حصلت، مش إحنا اتفقنا إن الفريق كويس بيتغلب؟ الفريق الوحش كمان بيتغلب، بس لو حصلت هزيمة بيحصل إيه؟ اللي جنبي، أصل في حد تاني هو السبب، يا إما جوه الفريق أو بره الفريق، بس إحنا في الغالب بنلوم على حد لما بنتهزم. القاعدة بتقول إنك لما بتدي أشخاص جيدين فرص جيدة بتحصل أمور عظيمة. أعظم خطة في الدنيا هتفضل نظرية، مجرد نظرية لطيفة لو ما عندكش فريق بينفذها. النجاح هو الحاجة الوحيدة اللي بتبقى أحلى لما نتشاركها. ده مش كلامي بالمناسبة، ده كلام ناس عاديين عملوا حاجات خارقة وبقوا أبطال. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي. مهندس عادل المغربي أحد رموز الديكور السينمائي لأكثر من 35 عام، تاريخ ممتد من المشاركة في أهم الأعمال السينمائية والدرامية. هو أول من بنى حارة وقصر داخل استوديو، صاحب رؤية ونظرة عن دور البناء والتكوين في نقل روح الشخصية والحدث. العمل مع قامات وأساتذة الديكور ساهم في تكوين شخصيته السينمائية. يحترم الوقت ولا يؤمن أن الفن مجرد مهنة، بل يعتقد أن الفنان يجب أن يقع في هوى المهنة. مهندس عادل، أولاً شكراً على الاستضافة في المكان الجميل اللي يشبه كل فنك، ومبسوطين قوي أن حضرتك معنا النهاردة. أهلاً وسهلاً بيكم ونورتونا. طبعاً احنا طول الوقت في شغل عالي بنفتش على كبارات الشغلانه، بتبقى من الحاجات الجميله والمبهجه ان الكبار يحتفظون بهذا القدر من التواضع. اول حاجه لاحظتها في الحوار مع حضرتك انه مسيره طويله جدا جدا جدا، يعني ما اعرفش حتى نقدمها في كلمتين، لكن غنيه، وفي نفس الوقت حضرتك عندك رؤيه في فكره استمراريه التعلم. أنا نفسي أبتدي بيها، لأنه الهندسة أو فن الديكور زي أي فن، بس هل القامات الكبيرة اللي تحققت لسه بتتعلم وبتذاكر وبتطلع على أمور جديدة ولا لا؟ دي قضية كبيرة جدا وبنعاني منها الجيل الجديد. أولا مهندس ديكور أساس شغلته هو الرؤية، أنه يشوف بشكل دائم متغيرات الحياة. احنا كل يوم في متغيرات في شكل الديكور. خلينا نتكلم بشكل الديكور عامة وبعدين نتكلم على السينما والتلفزيون خاصة. الديكور كل 3-4 سنين بيظهر موضة جديدة وبتنتهي الموضة القديمة، فده معناها ان احنا نفضل دايما في صراع او في سباق مع الجديد، نشوف ايه الجديد اللي بيحصل في العالم كله، نبقى ابديت باللي بيحصل، نضيفه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان مهندس ديكور لازم عنده مساحة من الابتكار لإضافة الجديد، فهي الذوق العام بيختلف بشكل دائم، وطول ما احنا موجودين هيختلف مش هيقعد. يعني عندي سؤالين في بعض اقسمهم قد ما اقدر. اولا انه احنا تنوعنا الثقافي ده كغنى، بس الحقيقة انه احنا مختلفين قوي، يعني بيوت المصريين مش شبه بعض خالص، رغم ان تقريبا معظمنا بنعيش في نفس المساحات.
فهو ايه اللي بيحكم اختلاف الذوق الجامد ده؟ ومش بتكلم عن القريه والمدينه، لا بتكلم عن حتى اذواق الناس في عماره واحده، في مبنى واحد. لا لا بالعكس، هو هنا في قضيه كبيره جدا. وهي قضيه الذوق باختلاف البيئه. يعني مثلا الراجل اللي عايش في بيت شعبي في حته شعبيه، هو عنده ذوق بمفهومه هو. أيوة. اللي تكون على مدار سنين هو عاشها، تجارب، ده ما بيعفهوش من ان يبقى فيه لمسه ذوق او حتى لمسه جمال خاصه بالست. خاصه وخاصه ببيئته هو. ست البيت بتحط جمالها وجمال مفهومها ناحيه الذوق بمفهوم وادوات متوفره ليها. يعني مثلا كنا نشوف في البيوت الشعبية ست البيت تعمل تزين الرف بتاع المطبخ بورق الجرايد وتقصه على شكل على أشكال. طبعا ده مفهوم ست البيت واحنا نتقبله في المنطقة دي. نتقبل جمالها هنا. الراجل اللي في الريف احنا بنتقبل جماله لما بيحط النورج بتاع اللي بيسقوا بيه الزرع ويلونه بألوان بدائية بسيطة، بيوت النوبة مثلا. بيوت النوبة برغم أنها مبنية بالطوب الني، ولكن لمسة الجمال الفطرية رائع. هو ده اللي بيختلف من مكان لمكان. فكل مكان ليه مفهوم جمال وليه ذوق بيختلف. قبل ما أسيب النقطة دي، بس أقول حاجة، أنا مستمتعة بالكلام مش عايزة أقطع خالص، بس هل ده كمان، وهنقل بس على السينما بسرعة وأرجع، أنه وهل ده كمان كان السبب انه ساعات نشوف فيلم في سينما فيصور البيت الفقير فقير قوي فنكتئب؟ حتى الاماكن الفقيره فيها جمالها، مش كده؟ طبعا يعني طبعا فكنا الشباك، لانه ساعات بعض الناس تفتكر ان كلامنا عن الذوق والجمال والديكور والنظافه ليها دعوه بالغنى والفقر. لا، هي الجمال والذوق والنظافه ملوش دعوه بالغنى والفقر. ولكن اللي بيحصل في السينما ان احنا بنتعامل مع شخصيات، حاله دراميه. يعني انا مثلا لو انا بتعامل مع حاله دراميه ومفهومها ومجنون الشخصيه، مهندس ديكور السينما معلوماته الاولى والاخيره من المجتمع. عشان كده مهندس الديكور لازم يبقى متميز بانه عينه كاميرا فوتوغرافيه، لو ما اتاحش ليه انه يصور ممكن يبقى ماشي في الشارع فيشوف حد عامل حاجه بشكل جمالي يضيف له فكره. ممكن يبقى واحد قاعد بيبيع شويه بقدونس، ولكن هو عامل لنفسه جمال، عامل جمال لنفسه، حاطط المفرش بطريقه ومقصه بطريقه ورصص الحاجات بتاعته بطريقه، حتى بتاع التفاح اللي في الشارع. انا بقى بحب اتفرج على البلكونات يا باشمهندس. هو والبلكونات طبعا. البلكونات بتقول لي عن اهل البيت، احب اشوف البلكونه والشباك. البلكونات برضو من ضمن العناصر المهمه جدا، وخاصه في الاحياء الشعبيه. وده بقى هرجع لحضرتك، ان اللي بيجيبه مهندس ما بيعملوش كده. ما بيلاقوش الجمال ده، ما بيعملش. يعني مهندس ديكور مش هيقعد يحط له كم من التفاصيل في البلكونه وزرع محطوط على السور وطريقه الزرع نفسها والكشبو بتاع الزرع معمول ازاي بالشكل البدائي ومتجمل ازاي. اعتقد في مهندسين ديكور ما يجرؤوش ان هم يعملوا ده في الحقيقه. التفاصيل دي. ايه رايك في الكراكيب؟ احنا عندنا كمصريين ثقافه الاقتناء الكراكيب. نغيرها ازاي؟ يعني عندنا دايما، وده على فكره مش موجود بس في الاحياء الشعبيه، ده حتى في الاحياء الراقيه. عندنا حب الامتلاك للاشياء، وده ناتج من مفهومنا للعلاقات. انا برتبط بحاجه فبحاول احتفظ بيها اقصى ما يمكن. في عندنا العاطفه عاليه شويه بتغلب على المجتمع كله، وده اللي بيخلينا بنتمسك بالاشياء اللي يعني ليها ذكريات. مش عايز تقول كراكيب بس انا هي كراكيب، هي 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 كراكيب، بس هي بيبقى ليها ذكريات. وعاده احنا برضو في المجتمع كل حاجه بتطلع بتتوظف، فدايما عندنا مفهوم ان هنعوزها في يوم من الايام. هنعوز علبه الحلويات دي عشان نعملها علبه خياطه ونحط فيها الابر
والبكر هنعوز دي اعاده التدوير بتاعه التفاصيل هنعوز النتيجه حتى النتيجه القديمه يعني النتيجه القديمه هنعوزها في يوم ما اعرفش هنعوزها في ايه بس هي ثقافه واعتقد ان مهم ان احنا نتخلص منها بس ما مش سهل يعني بحاول اهرب من ان انا اتكلم عن السينما لان احنا عايزين نتكلم كل الناس لكن عادل المغربي مهندس عادل المغربي الاسم الاشهر في عالم السينما على مدار اجيال عدت المشوار اللي ابتدى مبكرا جدا وكان غني جدا وخلى حضرتك تتابع مراحل تطور السينما صعودا وهبوطا بقى كل حاجه حصلت فيها ينفع توصف لنا الجيل الذهبي في صناعه ديكورات السينما كان امتى طبعا انا اسعدني الحظ ان انا اشتغلت مع ما يسمى الجيل الذهبي وهم شادي عبد السلام صلاح مرعي انسه وسيف مختار عبد الجواد دي بقى الصوره كانت تتكلم والاضاءه بتتكلم طبعا عندهم تفاصيل وانا اشتغلت بشكل شخصي مع شادي عبد السلام مع حفظ الارقام طبعا اتعلمت منهم يعني ايه سينما يعني ايه جمال يعني ايه نهتم بالتفاصيل الاهتمام ده هو اللي بيولد معرفه وهو اللي بيولد خبرات هو اللي بيولد نجاحات اعتقد ده الجيل الذهبي لصناعه السينما عندي مشكله حقيقيه دلوقتي وانا بتفرج على دراما انا مشاهد مش متخصص اني بشوف طول الوقت بيوت فخمه جدا وحاجات مبهره جدا جميله بمنطق الجمال لكنها ما تشبهناش ايه رايك في الحكايه دي صلح لي لو انا غلطانه لا هو ظاهره عالميه ويمكن لان حتى البيوت في اوروبا البسيطه منها حلو فاحنا بنتخلى عن بيئتنا شويه فبنحاول نجمل اكثر من اللازم او اكثر من الدراما وده مفهوم خاطئ على فكره اوكي يعني انا شايف ان احنا كصناع سينما المفترض ان احنا بندي كل حاجه حجمها لو انا بعمل مش لازم ابين قدراتي قوي وان انا بس انا اختار لو انا بعمل حاجه اختار ايه عناصر الجمال اللي فيها عشان احققه زمان احنا كنا بنعمل مجهود عشان نوصل لمعلومه عشان نوصل لحاجه فلازم ننزل وندور على الكتب ونشوف الاماكن ونعيش مع ناس النهارده بقى اي حد عاوز ديزاين بيخش على النت ويطلع فبقت الحكايه كلها فيها نوع من الاستسهال مش اسهل فيها استسهال هي بقت اسهل بس احنا بنستسهل احنا يعني اقصد الوصول معلومه اسهل يعني لغايه النهارده مثلا انا لما بيجيني فيلم او بيجيني مسلسل لا لازم انزل في اماكن حقيقيه واشوف واعاين مره واثنين وعشرة لغايه ما استقر على مكان ما وابتدي اخد المخرج اوري له يعني احنا مثلا عملت مع خالد يوسف مثلا قبل الفيلم قعدنا مثلا قعدنا شهرين او ثلاث شهور يوميا بنلتقي في الاحياء الشعبيه نشوف الناس بتتعامل ازاي مع الاشياء نشوف عناصر الجمال نشوف الناس بتلبس ازاي وبتتكلم ازاي وبتتعامل ازاي واللي بيحط في بلكونه زي ما حضرتك قلتي بيحط فيها ايه وليه وازاي يوصل للشكل الجمالي ده اعتقد ان احنا مفتقدينه دلوقتي في الجيل الجديد انه بقى عنده نوع من الاستسهال في انه يحط فكره او انه يعمل مجهود عشان يوصل للشكل المطلوب بسأل حضرتك يا باشمهندس باختصار بناء على الكلام اللي حضرتك بتشاركنا بيه انه ازاي الديكور في السينما هو ترجمه للشخصيات مش العكس في البيوت ينفع يبقى الديكورات كده ينفع نفكر او مهندس الديكور يفكر ان البيت يبقى شبه شخصيه اصحابه هو ده طبعا سؤال ذكي جدا هو لازم يكون شبه اصحابه انا علاقتي بالديكور في الانتيريور بتنتهي بعد ما بسلم ايوه لكن هم ممكن يقعدوا في سنين طويله انا ما اقدرش احط الوان هم مش حابينها ما اقدرش احط اكسسوار او ستايل شغل هم مش حابينه فالمعطيات اللي انا بعملها او لازم اخدها من اللي هيسكن اللي قاعد هو بيحب المودرن ولا بيحب الستيل ولا بيحب الاندستريال فهو بيوجهني نمره واحد دور مهندس ديكور عامل زي خلينا نقول زي الترزي هو بيفصل الفستان اللي على ذوقه ومقاسه مش على ذوقه هو على ذوق العميل على ذوق العميل هو بيعرف
ولكن هو يوظف ازاي الداتا اللي عنده. بذكر المعطيات بقى اللي بناخدها من الناس، الى اي مدى تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيفنز او المعطيات اللي ممكن تتقدم للماشين ممكن تبقى بتحد الابداع؟ احنا عندنا مفهوم خاطئ ناحيه التكنولوجيا والسوشيال ميديا. السوشيال ميديا مش ان انا انقل، ولكن هي بتفتح لي افكار. انا كمهندس ديكور ازاي اوظف التكنولوجيا في طريقه الابداع مش في النقل. في فرق كبير جدا. يعني النهارده انا ممكن اعمل الديزاين اللي في دماغي على ال 3 دي، ده مش معناه ان انا انقل 3 دي موجود من بره في مكان تاني. لا، هو ده مش الابداع. في رحله العمل بتاعه حضرتك وتحديدا الديكور السينمائي، الاكثر يعني شخصيتين بيتزامن شغلهم مع شغل حضرتك المخرج ومدير التصوير. ايه اكتر حاجه تريحك اذا حصلت او شكل التناغم ما بين الثلاثي ده اللي يطلع شغل حقيقي يخدم الدراما؟ طبعا في تجربه حصلت معايا او تجربتين حقيقه. تجربة حصلت مع محمد ياسين ودكتور محسن أحمد، إن إحنا كنا بنرسم الكادرات بشكل دائم. يعني كان معظم التصوير بيتم في ديكور حارة تم بناءها للفيلم. أنا ومحسن أحمد بدأنا نصور الحارة دي كل يوم من الصبح، من الفجر للمغرب، صور فوتوغرافية عشان نعرف إيه أحسن وقت التصوير كل زاوية. ودي كانت تجربة فريدة. يعني دي ده الثلاثي، هو المخرج طبعا محمد ياسين حد جميل. ازاي نقعد نرسم كادراتنا ان الكادر ده يقول لي هنصوره دلوقتي، اقول لا ده انسب وقت لي الساعة 3. يبقى استخدام الاضاءة مع المخرج ومهندس الديكور. وده حصل مع يسر نصر الله وحصل مع شوقي المجري. واحنا بنعمل نابليون والمحروسة كنا بنختار الكادر ونستنى لغاية ما الشمس اللي احنا عاوزينها تيجي، فنقول الكادر ده هنصوره، المشهد ده هنصوره الساعة 3:30، المشهد التاني هنصوره الساعة 4. ده وحاجة مؤثرة وفضلت في تاريخ السينما. يعني حضرتك بتدرس في معهد السينما، أكتر حاجة تلفت نظرك وتشوفها إيجابية قوي في الأجيال الجديدة، وأكتر حاجة بتخاف عليهم منها؟ أنا يعني يهمني جدا في مهندس الديكور انه ما يتوقفش عن الابتكار. لو استسهل واتجه ناحيه السوشيال ميديا تطلع كل حاجه شبه بعض. احنا في برامج مثلا بنشوفها كتيره نلاقي الديكور قريب جدا من بعضه، ده لان المصدر اللي هم نقلوا منه واحد. حلو، دي دفعنا. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان مهندس الديكور لازم يستفيد من تجارب اللي قبليه مش ينقلها. يعني لازم يستفيد بالتجربة ويطورها. هل احنا يمكن الجيل الحالي عنده طول الوقت تحدي الميزانية؟ تحدي الميزانية اللوجج دايما كده اللي بيشتغلوا في المجال عارفين الجملة دي. وبذكر البادجت، ايه الحاجة اللي حضرتك تتحمس تشتغلها حتى لو لو بادجت، والعكس لو حاجة بادجت عظيمة بس ما احبش اعملها؟ لا، هو طبعا الاعمال التاريخية بتستهويني جدا. يعني خلينا نتفق بس على حاجة مهمة جدا، ان كل المنتجين في مصر ما عندهمش ميزانية للديكور. بجد؟ اول كلمة بتتقال. يعني اول كلمة بتتقال انا عاوز ما عنديش ميزانية، فعاوز تلمل الميزانية. ده دور مهندس الديكور. احنا بنتعامل مع منتج مش حقيقي. يعني انا لما بعمل فيلا انا مش بعمل فيلا حقيقية، انا بعمل فيلا تبدو حقيقية بالظبط، لكن هي بخامات غير حقيقية. فدي عبقرية مهندس الديكور. طيب دي حاجة مريحة جدا اللي حضرتك بتقوله، لأنه ما ينفعش نتحجج بالميزانية القليلة ونطلع حاجة مش حلوة، وفي نفس الوقت ما ينفعش نبخل قوي على الديكور لأننا مش شايفينه عنصر مهم. لا، هي لازم يبقى في موازنة. الموازنة ديت لازم يبقى ليها إبداع، طريقة إبداع، طريقة إخراج للمشهد ككل بأقل إمكانية. طبعا أي مهندس ديكور يتمنى أن يبقى فيه ميزانية، ولكن أنا اللي يهمني أكتر من الميزانية هو الوقت.
ان انا يبقى عندي وقت اعمل ديكوري. يعني انا لو بعمل ديكور في اسبوع ومعايا 1,000,000 جنيه وبعمل ديكور في 15 يوم ومعايا 500,000 جنيه ده افضل لي، لان هنا مساحه الابداع بتبقى احلى، طريقه التفكير بتبقى اهدى، مش عاوز اخلص بسرعه، الفينيشنج بيبقى مظبوط. فاعتقد الوقت اهم من الفلوس، الاثنين مهمين بس الوقت اهم من الفلوس عشان الفن. احنا في ختام لقائنا كده بنعمل دايما حاجه كده مع كل الضيوف، اننا نلعب لعبة التداعي الحر، بنقول شوية كلمات أعتقد أن ليها واقع خاص عند حضرتك، وشاركنا بأول حاجة جت على بالك لما سمعت الكلمة دي. طبيعي يعني لازم أول حاجة أسأل حضرتك عنها، السينما. السينما دي عالم سحر بيخطف. المهنة لو الإنسان خدها على أنها وظيفة أو مكانة اجتماعية مش هيحقق نجاح، لكن لو المهنة دي كانت إبداع، كانت هواية، أعتقد أن مهندس الديكور الأنجح في مجال السينما وفي تاريخ السينما هو اللي اتعامل مع المهنة على أنها هواية. الصنع أفتكر صلاح وأنسي، إن لو حضرتك دخلتي الديكور اللي فيه صلاح مرعي أو أنسي وسيف لا يمكن تكتشفي مين مهندس الديكور من وسط العمال. فطبعا دوت ده اللي عمل صلاح مرعي، وده اللي عمل أنسة بوسيف، وده مستوى تاني من مستوى الفن. هو يتعاملوا مع الحيطة على إنها لوحة، بس لوحة كبيرة شوية، فبيهتم بكل جزئية في المكان، كل قطعة أكسسوار بتتحط هو منقيها ومختارها. هي دي الصنعة الحقيقية، الإنسان لو وصل ليها هيحقق نجاح كويس. أخيرا النجاح، تعريفك للنجاح؟ مكافأة. مكافأة. مكافأة طبعا، النجاح مكافأة لكل مجتهد مصري. أنا بشكرك. اللقاء ده بالنسبة لي برضو مكافأة حلوة وفرصة حلوة جدا. بشكرك جدا جدا على الوقت الممتع، ولأنك واحد حقيقي من الناس اللي أنا استمتعت جدا، والحمد لله يعني الواحد بيبقى نفسه يطلع حاجات كتيرة من جواه، وأشكرك على اللقاء. أنا بشكرك. شكرا. لأننا زي ما اتفقنا كل مهنة فيه شوية حاجات لازم يخبيها اللي بيشتغل في المهنة دي عليك، عشان أعصابه وعشان خدمته وعشان شغله وعشان يقدر يكمل في المهنة دي. في 10 أكاذيب بيكذبها عليك مهندس الديكور عشان غالبا نيته خير، بس هي بتحصل، لازم تاخد بالك. الكذبة الأولى، هيقولك اللي بتشوفه ده مش حقيقي. أنت طبيعي يعني لو قاعد بتتفق، أو مهندس ديكور قاعد بيتفق مع عريس وعروسة على شكل معين وهو مصر انه شوفوا شبه اللي اتعمل عند احمد ابن خالته مثلا، واحمد ابن خالته عشان بيخاف من العين قال له ان دي ب 10,000 جنيه، فالمهندس مستحيل مستحيل يعرف يقنعك انه الكلام ده مش حقيقي وان اللي انت شايفه ده يتعمل بالرقم ده، وبالتالي بيقنعك ان اللي معمول هناك والصوره اللي عندك دي اكيد غلط. الكذبه الثانيه، هيقول لك الشغل ده هيخلص في شهر، وهو مش قصده يكذب ولا حاجه، لكن ترتيبة الوقت مع مهندس الديكور في ظروفنا الحالية حاجة في غاية الصعوبة. هو غالباً بيجتمع معاه مجموعة من الفنيين والصناعيين، والصناعية بكل تفاصيل، أو عمي مات أو خالتي بتولد أو أي حاجة حصلت، كلها فيها تفاصيل بتعطل الشغل بحاجات خارجة عن إرادة المهندس في بعض الأحيان. هيقول لك اللي عندي فنيين مش صناعي. كل شخص فينا بيحاول يسوق ل منتج بتاعه، وبيحاول يقنعك بتمنه، وبيقنعك هو ليه غالي، فبالتالي لازم يعلي من قيمة الفريق اللي بيشتغل معاه، ويقول لك انه ده فني مش صناعي. ما اعرفش ايه الفرق يعني، بس هي بتتقال. هيقول لك اصل احنا بنجيب الخامات من بره، وفعلا الحتة دي فيها جزء من الحقيقة. اي خامات موجودة من بره البلد بتبقى باضعاف الثمن، لكن مش دايما بتبقى انت محتاج اصلا الخامات من بره، وانت لو ما عندكش عقدة الخواجة ممكن تفاصل شوية في الحتة دي وتستخدم خامات محلية، وتبقى شجعت الصناعة المحلية على الأقل. أكتر حاجة بتخدعنا لما بنتفق على صورة معينة هي الرسم الجميل اللي بنشوفه الأول، الـ 3D Dimensions ده. ياما مهندسين أخدوا شغلانات كبيرة بناء على الرسمة الحلوة دي، لكن وقت التنفيذ الناس أحبطت لأن الشغل كان غير الصورة تمام. هو وقتها عنده مبررات كتير،
هيقول لك انه وقت التنفيذ حسينا ان هي كده شكلها افضل، او هيقول لك اي سبب تاني. لكن حالة الاحباط اللي بتصيب الناس في الفرق ما بين الصورة والواقع موجودة وحصلة. لو اتأخر هيقول لك ان المشكلة في الخامات. الخامات الكلمة الشهيرة عند اي حد بينفذ مشروع او بيت ايا كان حجمه. استخدام الخامات وعدم هدرها واحدة من العوامل اللي ممكن تساعدك في انك تختار مهندس عن غيره. الكذبة السبعة دي الموضة السنة دي. اي حد بيجري ورا الموضة بينبسط قوي بالكلمة دي، لكن اي حد فاهم في اصل الشغلانة دي هيعرف ان الاصل في هندسة الديكور مش بس الموضة، لكن الاستخدام. المكان المريح اللي يشبهك هو الحاجة اللي مفروض تدور عليها. الكذبة التامة هيقول لك ذوق حضرتك حلو جدا، بس انا شايف اننا نعملها بالطريقة دي. ياما شفنا اماكن مصروف عليها فلوس كتير قوي قوي لكن احنا حسينا كده انها مش حلوة، والمفاجأة كانت ان في مهندس عملها. مش ممكن يكون ده ذوق المهندس، لكن لو هو جاملك وقال لك ان ذوقك حلو وانت حطيت التاتش بتاعك غالبا دي بتكون النتيجة. لو قال لك ان العيب هنا عيب تأسيس فاحنا كنا مضطرين نعمل كذا. تخيل انك تبقى متفق على شغل معين انت عاوزه واتفقنا وتراضينا، لكن في الاخر هيطلع لك عيب تأسيس تحت بند انه تكييف ما ينفعش يتركب هنا او طوبه هنا او حيطه هنا ما ينفعش تتحرك. ودي تفاصيل حقيقي وبتحصل لكنها وارد جدا تتقال بس عشان تحل ازمه. الكذبه العاشره ودي اللي هيحسوا بيها ويعانوا منها مهندسي الديكور فعلا المتخصصين بجد، انه اصلا حد مش متخصص يقول لك انا مهندس ديكور. عشان تتاكد انه مهندس ديكور لازم تشوف بطاقته الشخصيه واحيانا شهاده التخرج، لانه المهنه دي تحديدا بتعاني من كميه من الدخلاء فوق الوصف. فمش كل واحد شطب شقه يبقى مهندس ديكور. وحتى لو ارتضيت انك تشتغل مع حد مش دارس اعرف وحدد سقف توقعاتك من الشخص اللي بيساعدك ده. خد نفسك شويه وارجع نكمل تحديات مهنه الهندسه الداخليه او هندسه الديكور. مهندس الديكور زيه زي أي شخص بيشتغل في سوق العمل عنده تحديات حقيقية لما تعرفها تقدر تعذره في تفاصيل تانية كتير. التحدي الأول هو التخلي عن الذوق الشخصي أحياناً. كل واحد فينا ليه ذوق شخصي بالإضافة طبعاً لدراسته، لكن لو كان ذوقه حلو قوي قوي ورفيع جداً جداً مهما كان مهندس الديكور مضطر أحياناً أنه يشيل ذوقه على جنب ويتفهم دور العميل في أنه يختار المكان اللي هيعيش فيه. تحدي مشهور جداً أن الكلاينت غير رأيه، وفي وسط شغل كبير بيتعمل وتفاصيل كتير ممكن فجأة يتفاجئ أنه العميل بتاعه قرر أنه يزود حيطة هنا أو يشيل حتة من هنا أو يوسع حتة من هنا. دي حاجات تحرق الأعصاب، ومش بس كده لكنها بتنسف أي منطق في الهندسة، لأنه هو محتاج مجهود كتير قوي عشان يشرح اللي اتعمل ده اتعمل إزاي واللي مطلوب ده ممكن يحصل إزاي. تحدي مهم جداً، وكل ما تضيق او تصعب الظروف الاقتصاديه بيبقى فيه تحدي اسمه اني اشتغل جوه الميزانيه. الفلوس هي المتحكم الاساسي في حاجات كتير وتفاصيل تخص الخامات اللي لسه كنا بنتكلم عنها. التحدي الرابع يخص الخيال، ومش بس الخيال لكن الدراسه والقدره على انك تطلع من بيت صغير مثلا مساحته 70 او 80 متر مساحه للمشي واحساس بالوسع واحساس بالراحه وسفره وانتريه، ولو طلبوا منك نيش كمان تبقى مصيبة كبيرة. لكن على الأقل هنا بيفرق الدراسة والتخصص عن أي حد تاني. التحدي الخامس هو الإيجو الشخصي. معضلة إن الزبون دايماً على حق دي بتضايق كل الناس تقريباً اللي متخصصين واللي بيشتغلوا في مهنتهم، بس تحديداً مهندس الديكور هو مهندس. المهندس بطبيعة الحال هو معتز جداً بمهنته ومعتز جداً بالمعلومات بتاعته. التحدي السادس الاستخدام الفانكشناليتي. دي اصلا اهم ميزه انت بتروح لمهندس الديكور عشانها. اهم ميزه في تصميم اي مكان انه يحقق لك شكل حلو ومريح والوان متناسقه وافضل استخدام لكل مساحه. حاجه كده محتاجه خلطه من العلم والذوق والصنعه مش موجوده عند اي حد ومش سهل تلاقيها حتى في المتخصصين. التحدي السابع السوشيال ميديا. تخيل كده تبقى عندك شويه مهارات وكتير من الخبرات وتلاقي انه على مواقع التواصل الاجتماعي هي واحده من الحاجات اللي صعبت الشغلانه شويه، لانه في ناس
زي انفلونسرز او غير متخصصين واخدين الديكور وحلول التجميل كشغلانه جانبيه وبيشرحوا للناس وبيسهلوها احيانا على الناس، لكن بيصعبوها طبعا على المهندس المتخصص. التحدي الثامن، المسلسلات والافلام. يمكن هتستغرب شويه لما تعرف انه حتى السينما والتلفزيون صعبوا على مهندس الديكور شغل. تخيل معايا كده انك تبقى بتشوف فيلم ولمحت ديكور اوضه معموله في فيلم هي اصلا ديكور، شدت عينك عجبتك فبعت سكرين شوت للمهندس وقلت له معلش انا بال 20,000 جنيه بتاعتي انا عايز اعمل الاوضه دي بالظبط. اقنعه بقى. التحدي التاسع اسمه عم احمد النقاش. عارف انه عم احمد النقاش اللي بيقول لك عن نفسه ان هو مهندس ديكور وان هو هيعمل ايه يعني المهندس احنا مش هنعرف نعمله وان الالوان دي لعبتنا، دول موجودين في كل مهنه لكن عند الديكور تحديدا يعني تحدي عم احمد النقاش تحدي كبير جدا وبالذات عند المهندسين اللي لسه بيبتدوا حياتهم. التحدي العاشر والاخير، الصنايعيه. احنا من دقايق لسه كنا بنقول انه مفيش حد فينا بينجح لوحده. الفريق، انك تكون فريق من المتخصصين اللي ممكن يساعدوك توصل للنتيجه اللي انت عايزها، واحده من اصعب واهم الحاجات اللي بتواجه مهندس الديكور. سيبك بقى من الزبون ومن احتياجاته ومن ذوقه، الصنايعي ده كنز الشغلانه. خد نفسك شويه يا غالي وارجع نكمل شغل عالي. احمد البابلي مؤسس ومدير شركة ريبلوكس، مؤسس مشارك في بابلي بلاست، مدرس مساعد بالجامعة الألمانية بالقاهرة، مصمم في زيورخ أركتكتنج هورتاتوري، بكالوريوس في التصميم البيئي من جامعة ليختنشتاين. أهلا بيك. مساء الخير ومنورنا في شغل عالي. ربنا يخليكي، مساء النور عليك. شغل عالي مش غريب عليك لانه تجربه ريبلوكس كلها هي تجربه وينر طول الوقت ورائده وجديده، وعشان كده احنا مبسوطين اننا نسمع منك ايه هي ريبلوكس وايه الجديد في عالم البناء الحديث اللي قدمتوه كحل لمشكله كانت موجوده اكيد. اوكي. ريبلوكس في البدايه هي طوبه بلاستيك، وكل الهدف منها كان ان احنا نعمل طوبه وزنها خفيف وبتركب مع بعضها من غير مونه، ويبقى الملمس بتاعها هو ده الفاينل فينيش بتاع الحيطه من غير ما بنعدي على مراحل كما هو متعارف عليه في الطرق التقليديه، انه يبقى في اكتر من مرحله بعد المباني علشان توصل للفاينل فينيش. كان الهدف ان احنا نبني بالطوبه دي حوائط داخليه وبارتيشنز، والحوائط الداخليه والبارتيشنز دي نقدر ان احنا نفكها ونركبها بشكل سهل وبسيط. ده لطيف قوي، وانت بتتكلم اقدر اتخيل لعبه الليجو بتاعت زمان، هي مستوحاه منها، شبهها، حاجه شبه كده. اقدر ابني حيطه هنا النهارده، بكره عايزه اغير المكان، ده سهل وما فيهوش اي هسل او فوضى يعني. بالظبط كده، هو ده الكونسبت او الفلسفه بتاعت البرودكت، انك تقدر تعمل حوائط داخليه سهله الحركه والفك والتركيب. ده بنعمله ليه؟ علشان نقدر نحول اي سبيس لسمارت سبيس. السمارت سبيس انك تقدري تكبري السبيس وتصغريه في الوقت اللي تحتاجيه، بس من غير ما يبقى في هسل انك تنقلي حيطه مبنيه بالطريقه التقليديه يعني. فتقدري تعملي كده بشكل اسهل وابسط بكتير. وشخص عادي يقدر يعملها في بيته، وده الشكل الجديد واللطيف، مش كده؟ بالظبط كده. الناس يعني هو بساطته ان اي حد يقدر ان هو يبني البارتيشنز دي بنفسه، ويقدر ينقلها من مكان للتاني بنفسه، ويقدر اصلا ينقلها من بيت مثلا في القاهره لبيت في الساحل لاي مكان تاني. خصوصا انه البرودكت كمان اتطور وبقى مش بس مقتصر على انه بيعمل حوائط داخليه وبارتيشنز، لكن هو كمان اتطور ان هو بنعمل بيه كارافانز وحاجات كده، صح؟ بالظبط، وبنعمل بيه فرنتشر. فكمان الفرنتشر ليها نفس المميزات بتاعت انك تقدري تفكيها وتركبيها بنفسك. فده
اللي خلانا بقى مؤخرا ان احنا نقدر نفنش سبيسز كامله كلها من ريبلوكس، حوائط وفرنتشر، والسبيسز دي تبقى سمارت سبيسز كلها ينفع ان هي تو بي ريديزايند اكتر من مره اكوردنج لاحتياجاتك بقى اللي هي المتغيره يعني. واللي حضرتك بتقوله جميل، ما انا بقول لك بس هو واخدني لعالم احلام شويه. بس عندي اسئله كتير ليها دعوه بانه معروف ان البلاستيك ما هوش حاجه منتج صديق للبيئه قوي، مش كده؟ ما اتقالتلكش الفكره دي كاعتراض على انه ليه بلاستيك ما فيش خامات تانية تبقى يعني ايكو فريندلي او صديقه للبيئه اكتر، فكانت يعني نعرف نروج للفكره اكتر. البرودكت هو ايكو فريندلي برودكت، هو مصنوع من الريسايكل بلاستيك، دي فئه، والفئه الثانيه مصنوعه من الخامات البلاستيكيه اللي هي لم تستخدم قبل كده، لكن الفئتين هم يمكن اعاده تدويرهم تاني. ودي اول نقطه في انه البرودكت يبقى ايكو فريندلي، انه الخامات بتاعته تبقى خامات معاد تدويرها تاني، حلت مشكله اصلا بالظبط كده، ويمكن اعاده تدويرها تاني. الدرجه اللي بعد كده في مرحله التصنيع، لان مرحله التصنيع بتاعته ما بينتجش عنها اي انبعاثات ضاره للبيئه اللي هي بتتسمى CO2 emissions. وهنا في مراحل التصنيع هي مراحل تصنيع كمان صديقه للبيئه. بعد كده بنطلع سلمة تانية، والبرودكت هو يمكن إعادة استخدامه أكتر من مرة مقارنة بمنتجات بلاستيكية كتيرة اللي هي الوان تايم يوز، اللي هي بتستخدم مرة واحدة بس وبعد كده بتترمي. لكن لما بيبقى ريوزبل فده بيديله عمر أطول. طب وبعد كده نطلع سلمة تانية كمان. العلم برضو بيبان يعني. لسه أسألك عن العلم. وبعد كده بنطلع سلمة تانية، لأنه البرودكت يمكن إعادة توظيفه تاني. بمعنى إيه؟ أنه ممكن كل البلوكس اللي راكبة في الحيطة ممكن فكها ويتعمل بيها فرنتشر، ممكن يتعمل بيها مكتب أو سرير، أعمل كنبة بالظبط كده. او ممكن مؤخرا بقينا بنعمل بيوت اللي هي الكبسول، فممكن تفكي الكبسول كل البيت ده ويتنقل من مكان للتاني او يتقسم لاوض تانيه صغيره. فكون ان البرودكت بيعاد توظيفه تاني ده بيديله عمر اطول طبعا. من المتعارف عليه، فده اللي بيخليه مور سستينبل وايكو فريندلي. لازم تقول لي ان الفكره جات لك من ليجو. الليجو طبعا جزء من الفكره، خصوصا في الفك والتركيب. طبعا يعني هي الفكره كده فعلا انه الحاجات بتتركب على بعضها بالطريقه دي. بسالك ليه على اللعبه اللي احنا بنلعبها؟ لانه واحد من التحديات ان سعرها غالي. فهل ريبلوكس زي ما هي صديقه للبيئه كده هي كمان اقتصاديه فارخص مثلا، فدي الميزه التنافسيه بتاعتها؟ هو لما بنقول ارخص لازم نقول هي ارخص مقارنه بايه، وايه البنفيتس اللي ريبلوكس بتقدمها، وبالتالي ممكن يبقى السعر ساعتها لا يقارن او قليل مقارنه بالبنفيتس اللي الناس بتاخدها. فريبلوكس مش بيقارن بشكل في المطلق ما بين مع الخامات التانية، ولكن هو بيقدم حاجات الطرق التقليدية ما بتقدمهاش. يعني لما بنقول إنه ريبلوكس وزنه خفيف 10% من وزن الطوب الأحمر، فدي حاجة الطوب الأحمر ما بيقدرش إن هو يقدمها. لما بنقول إنه بيركب مع بعض من غير مونة، فدي حاجة الطوب الأحمر ما بيقدرش إن هو يقدمها. لما بنقول إن إحنا بنبني موفبل بارتيشنز أو موفبل مثلا هاوسز تقدرين تفكيها وتركبيها في مكان تاني، ده ستيل الطرق التقليدية ما بتقدرش إنها تقدم كده. فاللي بيقدر يشوف الفاليوز دي أو البنفيتس دي وحاسس إنها بتحل له مشكلة هيقدر يدفع القيمة بتاعة ريبلوكس. عايز أسأل عن المراحل بتاع التطور، البساطة وبعدين التعقيد وبعدين الحاجات الضخمة جدا وبعدين بنرجع تاني للبساطة. التطور رايح بينا لفين وبالذات في استخدام المساحات الداخلية؟ بصي جايز أنا ما كنش يعني أفضل شخص ممكن يجاوب على السؤال ده، لكن أنا هقولها لك من وجهة نظري، وده اللي كان انعكس على الديزاين بتاع ريبلوكس، إنه أنا شايف إنه المساحات يمكن أو محتاجة تكون مور فلكسبل عن كده، علشان نقدر ان احنا نستخدم السبيس ده باكتر من شكل في اكتر من توقيت، لانه احتياجاتنا بتتغير بشكل مستمر. لو السبيسز ما هياش فلكسبل بالشكل الكافي، السبيسز دي هيبقى ما هياش فانكشنال او الوظيفه بتاعتها لسه محدوده.
وكان ده جزء من فلسفة ري بلوكس، انك لما تبني سبيس او تفرش سبيس بري بلوكس يبقى عندك المرونة العالية ان السبيس ده يقدر ان هو يتغير مرة واثنين وثلاثة واربعة. ان يكون ده طلبك اصلا، يعني حاسة من كلامك قوي انه ليه لا، انه مساحة عمل مثلا تتقسم اكتر من مرة باكتر من شكل. بالظبط بالظبط بالظبط. البيوت الخارجية مثلا صح؟ بره في جنينة في حاجة. بالظبط، يعني يعني في الجزئيه بتاعه، يعني جاز احنا الفتره الاخيره احنا طورنا برودكت جديد اللي هو البيت الصغير او اللي احنا اللي سميناه الكبسول. والكبسول عباره عن بيت فيه اوضه نوم وكيتشنات وحمام، والهدف من البرودكت ده هو حل استغل او حل مشكله المساحات الخارجيه اللي موجوده في اي فيلا او شاليه. اللي 90% من الناس بيبقى عايز يستغلها لكن مش قادر، لانه الطرق المتعارف عليها او التقليديه غير مسموح بيها. فالسولوشن ده وزنه خفيف، وزنه 10% مقارنه باي بيت تاني او اوضه تانيه هتتبني من الطوب الاحمر والخرسانه. يمكن فكها وتركيبها وانس ان انت قررتي انك مش عايزه الاوضه دي في المكان ده او البيت ده في المكان ده، فتقدري تفكيها في دقايق وتتنقل من مكان للتاني. خليني اسالك طيب عن الاجيال اللي شفتها ودرست لها في تحديدا في الهندسه المعماريه، ايه اكتر حاجه كنت بتوصي بيها انها تؤخذ في الاعتبار؟ بيبقى دايما عندنا احنا كمتابعين مش متخصصين السؤال ده، هو انتوا مش معنى بتقولوا في مبنى صديق للبيئه ومبنى تاني لا تنطبق عليه المعايير، مش معنى البيوت القديمه بتاعه العشرينات من القرن اللي فات كانت جميله ومبهره وجواها حلو، والبيوت الجديده بتاعتنا خنقه وحر واسمنت كتير؟ يعني قول لنا الفرق، وقول لنا لو انتبهنا ممكن نعمل ايه في اللي جاي. بصي، هو الاتجاه اللي في العالم كله حاليا انه لازم المباني تكون بتسيف انرجي، يعني بتوفر طاقة، سواء كان المباني دي بتقدر إنها توفر الطاقة اللي هي هتشتغل بيها كإنارة وتبريد أو تدفئة، أو إن هي بتوفر ريسورسز أو ريسورسز خامات أو موارد. فده الاتجاه المتعارف عليه حاليا في العالم كله. وقت التدريس او في الجامعه ده دايركشن هو ما بينفعش ان احنا نستثنيه من اي مشروع، لازم كل بروجكت نقيمه من الناحيه الانفايرمنتال، هو ازاي بيسيف انرجي، هو ازاي بيقدر يحتفظ بدرجه الحراره الداخليه جوه السبيس، وكل ما السبيس كان بيقدر ان هو يحتفظ بدرجه حرارته اللي هي جوه الكومفورت زون، كل ما استهلاك التكييفات او التدفئه بيقل وبالتالي الكهرباء هي كمان بتقل. البيوت القديمه ليه هي بتحتفظ بدرجه الحراره اكتر؟ لانه الحوائط مبنيه من الحجاره او الطوب، وبيبقى ليها وتخينه فبالتالي ده بيقلل الحرارة انها تتنقل من بره لجوه او العكس، فبيفضل الفراغات الداخلية محتفظة بدرجة حرارتها. هل ده كمان قابل للتطبيق؟ يعني هل في مستقبل البناء ممكن يبقى عندنا حلول تشبه الحلول اللي حصلت قبل كده ونجحت؟ حاليا في الحلول اللي هي بتشبه او بتديكي نفس الـ 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 يعني البرفورمانس لكن بخامات تانية متطورة، بتبقى حوائط معزوله، يعني حتى فري بلوكس احنا طورنا جريد عازله للحراره، ولما عملنا انرجي سيميليشن للجريد دي اثبتنا ان احنا نقدر نوفر 40% من استهلاك الكهرباء للتكييفات. ده رقم عظيم. انا بشكرك، شكرا جزيلا مهندس احمد. شكرا جدا، بشكرك ليك. لانك واحد من الناس اللي بيقدموا وبيعملوا حقيقي حلول عظيمة، واحد من الناس بتعمل شغل عالي. شكرا جدا ليكي. شكرا جدا. الديكور واحدة من المهن اللي مش هي بس وظيفتها الرفاهية والجمال، ولو ان دي وظيفة مهمة، لكنها كمان وظيفتها تقدم حلول حقيقية لاستخدام المساحات. كانت حلقتنا النهاردة بالنسبة لنا
ممتعة جدا. أشوفكم إن شاء الله على كل خير، ودايما بنعمل شغل عالي.